قالوا اكيد ممكن يكون في حصل بعض التواصل او حصل بعض الاخذ بالراي مع سليف كوليبالي نجم النادي الاهلي السابق اللي من دوله مالي، واكيد عن كمان مستر باتريس كارتيروم المدير الفني السابق للنادي الاهلي والمدير الفني السابق لمنتخب مالي. هل ديانج اخذ راي حد منهم على قبل ما يمضي في النادي الاهلي على اساس انهم كانوا موجودين عاشوا في مصر ولعبوا مع النادي الاهلي، فانت تكون مطمن من خلال لعيبه ومدربين كانوا موجودين قبليك فتشوف رايهم ايه في خبر انتقالك للنادي الاهلي؟ وي quand j'ai vu que les transferts ça avance اكيد اول ما لقيت المفاوضات خلاص على مقربه انها تتم مع النادي الاهلي تواصلت مع سليف كوليبالي، هو اخ كبير ليا ونصحني بالتواجد في النادي الاهلي وقال لي ده الفريق الاكبر في افريقيا، وطبعا هو الاختيار ليك في الاخر، ولكن انا بنصحك بقول لك ان ده الفريق الاكبر في افريقيا، فلو بتلعب فيه هيكون فرصه انها تحسن من مستواك ومن مكانك بعد كده.